لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ملك المغرب محمد السادس طلع وصدم الشعب الجزائري والرئيس تبون، وقال في تصريح له ان سوف يدعم فرنسا ضد الجزائر والشاب نائل لانه يحب فرنسا ويكره الجزائر. وهذا الكلام اثار ضجة وجدل كبير على السوشيال ميديا، لان الجزائر والمغرب دول عربية اما فرنسا دولة اوروبية، والشاب نائل قتل بدم بارد على يد شرطي فرنسي. يعني المفروض ملك المغرب محمد السادس يدعم الرئيس تبون، ولكن اكيد كلنا عارفين ان المغرب والجزائر في بينهم خلاف على الصحراء. اكتب لنا رأيك في خانة التعليقات. اكيد كلنا يا جماعة شفنا الشرطي الفرنسي المجرم اللي قتل المراهق الجزائري الشاب نائل اللي عمره 17 سنة. ولكن اللي انت ما تعرفهوش ان ماكرون طالب بحبس الشرطي الفرنسي واعتذر لأسرة الفقيد والشعب الجزائري بأكمله. هل أنت تقبل اعتذار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أم لا؟ اكتب لنا رأيك في خانة التعليقات. ودلوقتي نسيبكوا تشوفوا الشرطي الفرنسي. Je vous dis quoi, on a enlevé ma vie. On a enlevé mon cœur. On a enlevé mon bébé. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ils m'ont tué. Ils m'ont tué, mon bébé. Il me manque. Vous voulez pas savoir comment c'est dur? C'est une souffrance. J'en peux plus. J'ai besoin de voir mon fils. Je l'aime. Hier matin, il m'a dit, maman, je t'aime. On est sortis en même temps. Il est parti. Je lui ai donné 20 euros pour qu'il aille manger au McDo. Prendre son petit déjeuner. Je suis partie travailler. Malheureusement, une heure après, j'ai un appel en me disant que on a tiré sur mon fils. الجبل العالي تهده محتل والله ترده يا الجزائر يا الجزائر ثورة ثورة ما تقبل هالعيشة المرة تبقى عالج بين وضرة جزائر هبت بركان يا الصوت والحر لا ميمون يا طول.
يا الجزائر سيف انزل ما تقبل برضي محتل والله ابد ما انزل ابني جزائر كل الارض بتشهد لك نجمي فارس من قدك الله يحفظ ارضك يا الجزائر يا الجزائر جزائر يا جزائرنا فخر فلسطين وفخرنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديو هذا طويل وقد نحكي على الجزائر قلت لكم لساني بسكوتش لساني طويل أنا بدي قص أنا لساني بدي قص. لما أنا نزلت الفيديو وقلت حاول إنك تكون جزائري تعال أقول لكم ليش قلت لكم حاول إنك تكون جزائري. شوف أنا زمان قبل 20 سنة ما كنتش أعرف الجزائر بسمع عليها سمع الجزائر مستعمرة الجزائر عندها المشاكل تاع العشرية السوداء والله كنا نسمع لكن ما بنعرفهاش. شاءت الأقدار وشاءت الأيام إني إجيت على الجزائر. بدناش ندخل من موضوع ونخرج بموضوع عشان ما ضيعش مصطلحاتكم. تعرفوا ليش قلت لكم حاولوا إنكم تكونوا جزائريين؟ أنا بقول لكم ليش. والله عشت مع الجزائريين هنا جماعة الخير فهموني. جزائري لما يكون ضد مريض ومحتاج عملية مبلغها 100,000 دولار ولا 50,000 دولار ولا 20,000 دولار أقسم بالله يا شباب أقسم بالله يا جماعة الخير. عشان هيك برجع وبضل أقول لكم حاولوا أنكم تكونوا جزائريين. المبلغ بينجمع للعملية للمريض بأقل من 10 أيام 15 يوم. الجزائر كلها بتنقلب عبكرة أبيها وبيحطوا إعلان باللي فيه مريض محتاج عملية ضرورية ومستعجلة المبلغ كله يؤمن. هاي وحدة عن الجزائريين. والإشي هذاك يمكن شفتوه مقتل نائل الله يرحمه الجزائر كلها وقفت عن بكرة أبيها. هاي الدزية التالتة اللي هي جائحة كورونا. جائحة كورونا نقص عليهم مكان للأكسجين والتنفس في الجزائر. آه والله هذا الإشي شفته بعيني. اسمعوا إيش بقولكم افهموا وكونوا جزائريين. نقص عليهم المكان للأكسجين في كورونا. جمعة الجزائر والناس اللي الله طارح في رزقها البركة واشتروا الماتريال والمكان تاع الأكسجين ونزلوا تقريبا بكل محافظة أو ولاية في الجزائر تاع الكورونا هاي تاع نقص الأكسجين. هاي الثالثة. الرابعة الجزائريين في شهر رمضان لما بيشوفوا واحد جارهم من أي دولة أجنبية أي كانت جنسيته ممنوع تفطر وممنوع تعمل فطور انت في دارك. اسمعوا ليش قلت لكم كونوا جزائريين. جزائري بيجيب لك الاكل لباب دارك ايا كانت ظروفك بخير مش بخير بيجيب لك فطور رمضان للدار بالحلويات بالجازوز بالجاتو. نزيد لكم كمان هذا والله انا بحكي بكل فخر يعني على الجزائر وبحب احكي عنها وهضل احكي عنها وبتبدل بقدرش احكي على دولة تانية يا شباب فهموني لانه احنا تأصلنا على الاصول ولقينا الاصول في بلاد الاصول. زيد على ذلك الجزائريين ما بتطلعوا للأجنبي إنه دولار ولا مادة لا 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 الجزائريين بحلبوش يا جماعة الخير. جزائري خلاص السلام عليكم وعليكم السلام بقدر يساعدك هيساعدك ما بتطلع لمادياتك نهائيا. زيد على ذلك الجزائريين أي كانت الظروف مع بعضهم البعض أي كانت الظروف بقفوا جنب بعض وقفة رجل واحد. عشان هيك قلت لكم كونوا جزائريين ما تزعلوش مني أنا بدي مصلحتكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.